المبادرات اللي خداها والمؤسسات الدستوريه اللي مجتمعه في هذا الرواق هو يعني استضافه جمعيات الاشخاص في وضعيه الاعاقه باش نقدموا لهم يعني بالتوالي المسؤوليات والادوار ديال كل مؤسسه. انا كان عندي يعني دور نقدم للاشخاص في وضعيه الاعاقه المهام ديال مجلس الجاليه المغربيه بالخارج، ولكن النقطه اللي اكدت عليها هي التحولات اللي كاينه داخل الجاليات المغربية في العالم، لأن الآن يمكننا نتكلموا على جاليات ماشي فقط جالية واحدة، وذلك نظرا لتعدد بلدان الإقامة ديال الجاليات المغربية. تاريخيا الجالية المغربية كانت تمشي لفرنسا، ولكن الآن هناك تواجد في كل دول أوروبا، حوالي 900 ألف في إيطاليا مثلا، ولا في إسبانيا، ولا نص مليون في بلجيكا، هولندا، يعني هنالك تواجد دابا الآن الجاليات المغربية في أمريكا، في دول الخليج، في افريقيا ما بعد الصحراء، وهناك كذلك تأنيت هذه الجاليه، يعني نص المغاربه العالم الان مغربيات، وهنالك كذلك يعني نمو المستوى الثقافي ديال الجاليه، حوالي 20% الان من 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 المغاربه العالم مستوى جامعي واكثر. واخيرا وهذا تيشكل تحدي، هنالك يعني بروز الاجيال الجديده، يعني ابناء وبنات المهاجرين اللي نشأوا وكبروا ويعني في هذه الدول الإقامة، وهذو ماشي مغاربة هاجروا، ما يمكنش نقولوا يعني مغاربة اللي هاجروا، هما عندهم انتماء مزدوج وعندهم ثقافة مزدوجة. وإحدى التحديات اللي مطروحة علينا في المستقبل هو كيفاش يعني نقويوا العلاقة مع هذه الجاليات الجديدة، ومجلس الجالية المغربية بالخارج يعتبر بأن في هذا الإطار ثقافة يمكن تشكل إحدى الروافد الأساسية ديال التمثيل وتقوية العلاقة بين الوطن وهذه الجاليات الجديدة. ولهذا استضافة المبدعين والمبدعات ديال الجالية هنا في هذا الرواق وتقديم الثقافة المغربية في الخارج إحدى المهام الأساسية ديال المجلس. يعني عندنا هذه السنة يعني إصدارات يعني كتاب على مدن المغرب بشراكة مع سوش بريس، كتاب على طنجة من كتابة يعني السي محمد المطلسي على يعني اللي هو من أبناء الجالية المغربية بالخارج. هنالك رواية مصورة تحكي آخر رقاص في تاريخ المغرب اللي كتبها الأستاذ عمر بوم عضو أكاديمية المملكة اللي هو أستاذ في أمريكا. وعندنا أخيرا ترجمة ديال مجموعة حكايات نساء الريف اللي جمعتهم يعني الأخت فتحة السعيدي اللي هي من الجالية المغربية بلجيكا. ولكن يعني إحدى الأحداث اللي إن شاء الله غتكون في هذا المعرض هي إعادة نشر سبعة الروايات ديال المرحوم محمد خير الدين، لأنه من بعد دريش الشرابي هو ثاني كاتب مغربي عفوا معروف في الخارج، واللي غتيتم نشر هاد السبعة الروايات ديالو مع بشراكة مع أكاديمية المملكة ودار نشر الفينك.